ومن أسباب دخول الجنة خامسا أو سابعا صلاة العصر والفجر. يقول صلى الله عليه وسلم: من صلى البردين دخل الجنة. اسأل الله الكريم من فضله، وبعض الموظفين وبعض المسلمين ويوم الجمعة بالذات محروم كثير من الناس من صلاة الفجر، والموظف الذي يأتي منهك تعبان ينام قبيل صلاة العصر ثم يسحب إلى اصفرار الشمس. البعض يعتقد أن صلاة العصر ينتهي وقتها بغروب الشمس، هو ينتهي وقتها باصفرار الشمس ثم بعد ذلك يدخل وقت الاضطرار. ولذلك بعضهم يصلي الساعة 4:30 5:15، وهذا المسكين مصلي في غير وقتها. ولذلك انظر جائزة المصلين لصلاة العصر وصلاة الفجر خاصة جماعة، هؤلاء ضمنت لهم الجنة، من صلاها دخل الجنة، ولن يضيع عبد الصلاة ما دام يحافظ على صلاة العصر وصلاة الفجر. صلاة المغرب بعضنا ما شاء الله نعم، وصلاة العشاء ما أنشط منه ما شاء الله، والظهر في الدوام. الاختبار الحقيقي ليس في هذه الثلاث، الاختبار الحقيقي في صلاة العصر، وأنت جاي وتريد أن تنام ومضطر للنوم، لكن أنك تصبر نفسك حتى تصلي ثم تنام بعد ذلك، بذلك دخل الجنة، نسأل الله الكريم من فضله. وصلاة الفجر أيها الأحباب أحد أكبر مصائب العصر الحاضر، أن كثيرا من الموظفين ومن الطلاب ومن المسلمين يخرجون في الصباح ليسوا في ذمة أرحم الراحمين، وكل واحد ما صلى الفجر جماعة فهو إلى الآن ليس في ذمة الله، حتى يصلي العشاء جماعة فيكون في الليل في ذمة الله. أما النهار فبعض الذين لا يصلون الفجر جماعة خسروا خسارة فادحة، إذ أنه يذهب للدوام ويقابل الناس، ما تلاحظون الأخلاق متغيرة والنفوس شينة والوجه مكشر والأمور ضائقة بك، لأنه ما صلى الفجر جماعة. فيا عبد الله صل الفجر والعصر خاصة، لأنها صلاة الأول، لأنها أوسط الصلوات، حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. خلاف بين أهل العلم أهي العصر أم الفجر، وقال بعض أهل العلم إنها الفجر، والعصر هذه منتصف آخر صلاة في النهار وتلك أول صلاة في النهار. هذه أحبابي بعض من وسائل وأسباب دخول الجنة.